السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مهندس ربيع زكي مستر تريننج سنتر MTC EGYPT. إن شاء الله نكمل اليوم سلسلة الريكرو تريننج. بدأنا بروستباوت الفلور هاند ديريك هاند أسيستنت دريلر الدريلر الأسيستنت ريج مانجر أو النايت والبوشر. إن شاء الله توداي هنتكلم عن الريج مانجر جوب أو اللي بيسموه أحياناً سينيور تول بوشر. طبعاً هنتكلم عن الريسبونسيبيليتي الأسوريتي الكورسز اللي هو محتاجها الجوب ديسكريبشنز. طبعاً زي ما اتفقنا أي جوب لازم تبقى أنت عارف الديسكريبشن بتاعه وتعرف سلطاتك ومسؤولياتك، وبناءً على هذا الأساس هتقدر إن شاء الله do your job safe and efficient، يعني بسلامة وبكفاءة. طيب الريج مانجر كده لو بدأنا مكانه فين؟ البليس بتاعه ايه؟ طبعا ده في الاوفيس اللي هو بيهايند الدريلينج سوبرفايزور او الكمباني مان، بيبقى طبعا موجود دايما في الريج سايت باستمرار، طبعا بيبقى موجود على الريج فلور على المات سيستم طبعا اذا طلبت الحاجة، يعني حسب الاوبريشن. بيبقى طبعا بيشيك على النيو لوكيشن وبيعمل سيرفي للرود عشان طبعا الريج موف للنيو لوكيشن. طبعا هو الكي بيرسون او التوب مانجمنت كريج كونتراكتورز على الريج، فهو بيبقى بيهايند الكمباني مان مباشره، ده بيمثل الاونر وده بيمثل الكونتراكتور. طيب لو هنتكلم بقى عن الجوب ديسكريبشنز، اول نقطة ايه؟ طبعا نمبر 1 ensure application of QHSE policy اللي هي quality health safety environment and ensure safety for all personnel on rig and ensure safe operations for all operations on rig and also for main camp and the fly camp safety. Also all policy like the well control policy. دي طبعا نقطة مهمة جدا. طبعا لازم يبقى عامل reading للريك كونتراكتورز او سوري الريك كونتراكت والويل بروجرام كويس جدا. فدول يعتبروا اول نقطتين سيادتك بتعرفهم لما تروح الريج بعد السيفتي اندكشن وبعد الهازارد في المنطقه، سواء اتش تو اس سواء مثلا في اني هاي بريشر زون، في احتمال كيك، في احتمال بلو اوت، في احتمال سواء اكسبلوريشن ويل ديفلوبمنت ويل. لازم سيادتك تكون عارف الريج كونتراكت كويس جدا وقاريه وعارف الريكويرمنتس اللي على الكومباني. طبعا الويل بروجرام مهم جدا عشان البلانه هيد للنيكست سيكشن او النيكست اوبريشن. طيب نقطه ثانيه سوبرفايز اند كوردينيتس اكتيفيتيز فور اول اوبريشنز سواء دريلينج تريبينج كيسينج سيمنتينج تيوبينج رانين هول بول اوت اوف هول لوجينج ريج موف تو نيو لوكيشن. دي طبعا نقطة مهمة جدا. بلان هيد فور نيكست اوبريشن، دي طبعا اهم نقطة، اللي انت التخطيط المسبق للاوبريشن القادمة. يعني سي انت دريلينج فاحنا بنعمل بلان للتريبنج والكيسنج، لو في لوجينج سيمنت جوب يبقى انا بلان هيد لو في اكويبمنت عايزة تطلب، اكويبمنت عايزة بريبير، اكويبمنت عايزة تيست، اكويبمنت عايزة انسبكشن، ده مهم جدا. بلان هيد فور ريج موف سبيشالي موف بلان مهمة جدا، كام تراكس كام كرين كام لودز هيتنقل، دي مهمة جدا. الاكويبمنت اللي محتاجها الفيول الووتر اذر سبلايز فور يوزنج اون دريل سايت، يعني اي سبلايز انت محتاجها على الدريل سايت. طبعا بيعمل اوردرز للدريلنج اكويبمنت اللي محتاجها، للسبير بارتس للتيوبلر اللي محتاجها، للكروس اوفرز ممكن احيانا الجارز للتشوكساب استابلايزرز الريمرز البي اتش اي بصفة عامة
دي مهمه جدا. سوبرفايز دريلر وايل اوبريشن اند سام تايمز تشينج هيم وايل بريك اند وايل ايمرجنسي كيس. دي طبعا نقطه مهمه جدا. انا ببقى على المكتب عيني باستمرار على الاوبريشن على التاتش سكرين على الداتا اللي قدامي على السكرينز ومراقب طبعا الريك فلور مراقب المات سيستم مراقب المونكي بورد لو في تريب مراقب السايت من الكاميرات والسكرينز وعيني دايما على الاوبريشنز وعلى البارامترز وعلى الدريلر اي طبعا ايمرجنسي كيسز ببقى بيهايند الدريلر. دي طبعا نقطة مهمة جدا. سبورت دريلر تو سبورت يو تو سبورت يور كومباني نقطة مهمة جدا. مونيتور اند منتور اول ريكرو اند انشور سيفتي فور اول بيرسونال. النقطة دي طبعا مهمة جدا اللي انت بتعمل مشاهدة وتوجيه للكرو بتاعك بحيث انت بترفع الكومبتنسي والليفل بتاع الكرو ده. يعني روستباوت لا ده انا ممكن يبقى فلور الفلور ممكن يبقى ديريك وهكذا. يبقى انا في منافسة في قوة في الكرو بتاعي في حب في ود في ثقة وبالتالي الناس دي هتشتغل وتؤدي بثقة وهتؤدي بحرص على المانجر بتاعهم او على الليدر بتاعهم وعلى الكمباني بتاعتهم. يبقى انت اخ ليهم مش مانجر ليدر وبالتالي you need to read to lead يعني readers are leaders. طيب manage and run all meeting طبعا انت سيادتك بتدير وبتشرف على كل الميتنج اللي بتتم وبخصوص البري تور ميتنج قبل الشيفت البري جوب سيفتي ميتنج قبل الجوب اللي هيتم وبتعمل جوب سيفتي اناليسيز بتعمل بيرميتس تشيك للناس understand his tasks مهمة جدا. طبعا الويكلي ميتنج طبعا دي اسبوعية مع الاثنين كرو بتحمس الناس في السيفتي ممكن بمكافأة بسيطة بهدية بحاجة كده بسيطة بتحفز الناس اللي هي work safe وبتحاول تغير في البيهيفير بتاعهم لان طبعا اللي تشينج البيهيفير اصعب من انك تغير يعني شخص يشتغل سيف او انسيف البيهيفير نفسه لازم تشتغل عليه. طيب بلان هيد فور بريوديك انسبكشن اللي انت بتخطط مسبقا للانسبكشن الدوري اللي هو باستمرار مانثلي ويكلي زي مثلا ماست في انسبكشن ويكلي فيجوال زي المات سيستم كل حاجه ليها فيجوال انسبكشن طبعا غير الان دي تي. في طبعا انسبكشن للريج اكويبمنت في انسبكشن للتيوبلرز في انسبكشن للبي اتش اي وخصوصا انت كونفيرم اول سي او سي سيرتيفيكيت اوف كونفيرميتي فور اول بي اتش اي يعني انا عندي بي اتش اي في البير يبقى في باك اب بي اتش اي انسبكتد على الراكس عندي او جاهزه في حال اني كيس اقدر اشتغل بالبي اتش اي الجديده. ريفيو اند تشيك drilling and work over reports اللي هو المورنينج ريبورت والاي اي دي سي ريبورت الاتش اس اي ريبورتس لو لا قدر الله اكسيدنت ريبورتس انسيدنت ريبورت الريفيو الاتش اس اي بيبر والبيرميتس مع السيفتي انجينير دي مهمه جدا. طبعا نقطه كمان مهمه تشيك اند كونفيرم التوب ايرجنت سبير بارتس سبير بارتس دي مهمه جدا وخصوصا التوب ايرجنت زي ما اتفقنا في السيفر سب ليه باك اب حسب السريد بتاع التيوبلر سواء 4.5 اي اف سواء اكس تي 54 سواء 3.5 اي اف سواء اي سريد يبقى في سيفر سب باك اب للي موجود. الوش بايب دي مهمه جدا في نوع منها دلوقتي طبعا ايزي ميك اب بيركب بسهوله هي طبعا ليفت هاند سريد لازم يبقى ليها باك اب. البامب سبير بارتس زي ما اتفقنا عليها مات بامب مهمه جدا سوليد كنترول اكويبمنت الباتر فلاي فالفز بكذا سايز 8 انش 10 انش حسب المات سيستم السيفتي فالف الاي بي او بي حسب ثريد في تيوبلرز السكرينز بتاعه الشيل شيكر دي مهمه جدا مع الديريك مان والمود انجينير تتاكد ان معظم الكرو بتاعك من ديريك مان لاسيستنت دريلر لدريلر
بيعمل ريتن هاند اوفر ديلي، دي مهمه جدا، وبيبقى فيه انستراكشنز من الكومباني مان والمود انجينير. يبقى انا كده الشغل كله على ورق على بيبر، يبقى انا مامن الكومباني بتاعي ومامن كمان الاونر. سيفت فالف والاي بي وي زي ما اتفقنا. طبعا دي كلها توب ايرجنت سبير بارتس. انت طبعا بتعمل اوردر للسبير بارتس من على سواء السيستم، سواء اوريكال على ماكسيمو على الساب، حسب بقى معاك ماتيريال مان او لا، فدي مهمه جدا. بتعمل اوردر للاكويبمنت انت محتاجها، بتراجع الستور طبعا للدريلينج او الميك او الاليك، دي مهمه. في نقطه كمان مهمه بقى وخطيره، اللي انت كوندكت مورنينج ميتنج مع ثلاثه مهمين جدا: السيفت انجينير، الميكانيك، الالكتريشن. وبعد كده ما بتعمل المورنينج ميتنج بتبدا تدخل للكومباني مان وبتعمل المورنينج ميتنج مع الكومباني مان، يبقى انت عارف هتقوله ايه بالظبط والبلان ايه وهتشتغلوا في ايه بالظبط، وخصوصا لو لوجينج جاي لك مثلا لوجينج فتره كبيره اسبوع ولا حاجه، فانت محتاج على الاقل بلان هيت للاسبوع ده. طبعا نقطه مهمه جدا اللي انت بتعمل هاند اوفر مع الاسيستنت ريج مانجر ديلي، طبعا يبقى ريتن برضو كل 12 ساعه، وكونفيرم اللي هو اندرستاند للاوبريشن اند نيكست اوبريشن، واي طبعا حاجه طارئه بتحصل فهو بيرجع لك وبيصحيك عشان سيادتك تشوف معاه المشكله. بالتوفيق لكل الريج مانجر. سينك سيف ورك سيف بلان هيد فور يور جوب. الكورسز طبعا بسرعه، الاتش اس اي كورسز دي معروفه، الاي دي سي والشارب سوبرفايزر ليفل، اي دبليو سي اف ليفل 4، ستاك بايب اند فيشنج اوبريشن، المانجمنت كورسز دي مهمه جدا جدا خصوصا الليدرشيب والكوميونيكيشن سكيلز دي مهمه. ممكن تاخد الايوش، ممكن تاخد النيبوش، فاير فايتنج تيم ليدر، ممكن تاخد كورسات انترناشونال زي الاي اي دي سي دي اي تي، في منها طبعا الكويل تيوب، واير لاين، سليك لاين، اتش تو اس، فاير فايتنج فيرست ايد، الفاير فايتنج تيم ليدر، الاوشا. دي طبعا كده باختصار بعض الكورسات. بالتوفيق، وي دو بيتر تو جيت يو بيتر. كان معكم مهندس ربيع، مستر تريننج سنتر، ام تي سي ايجيبت. دعواتكم وبالتوفيق، ونتقابل على خير وفي خير، والسلام عليكم.